ماكو اي دعم من الحكومه، لا حكومه مركزيه ولا حكومه محليه. هي وزاره الزراعه، يعني هي وزاره مش كبرى، يعني معقوله الدوله ما حط مخلط المخصصات؟ يعني ابسط شيء طماطم البصره هي موسميه، بدل ما الصندوق 30 كيلو ما يشتري المستهلك ولا ينباع وثقيل بالبيع، تسوي لها معمل مصغر مال فلين، هذا حال دول الجوار. سد دول الجوار مو سوريا عندها معمل مال معامل، مو هو معمل مصغر للبصره، طماطم البصره، تسوي ام 10 كيلوات فلين، ام 10 كيلوات وانطي الفلاح تحسبه باقل قيمه، وينسد مليار مليون 100,000 مليون سله. شو يحتاج الفلاح دعم؟ شو يحتاج؟ هو يحتاج هاي السله بالبصره، بدها تنباع طماطم من وراء الصندوق هذا الاكشاب. ما غضب الله عليهم على الوزاره هاي القشره. هاي الصندوق مثلا مسوي لها فلين صغيرون، سله صغيره تنباع الطماطم سله صغيره 10 كيلوات تنباع المستهلك ومرد المستورد. شوف الايراني احنا كيلو ب 2000 و 1000 ونص، خذ هاي العراقيه كيلو ب 800 700. طالب بالحكومه خلت تلتفت للزراعه، اكو دول عايشه على الزراعه، دول يا جماعه دول عايشه على الزراعه. مثل شنو توفر لكم؟ يعني توفر لنا ابسط شيء الفلاح، تدعم الفلاح، سال الفلاح شو اشكو؟ اكو فلاح اكو واحد يريد ملابس، اما الفلاح يريد له مواد. مثل شنو؟ مواد، المواد البذور. البذور تعطيها بالاقساط. نايلون. نايلون تعطيها بالاقساط، سمرده ببلاش، بالاقساط تعطيها بيوز زجاجيه بالاقساط، مواد الكيميائي والاسمده بالاقساط تعطيها، يعني هاي مواد على الدوله. وزارة الزراعة وين اللي تدير مخصصات؟ مو كل سنة تطلع من الميزانية أخذت وزارة الزراعة، لا بحوث لا كل شيء، لا يطلع الوزير لا يطلع كل شيء، الدكتورات والآليات كلها ما أدري تروح. الحكومة شوية هي داعش نفس الطريق. داعش هجر الفلح وأخذ معهم جبايات وخوات، والدولة واقفة بالشارع، الكية 5000، اللوري 10000، ما ليش جباية؟ شنو جباية؟ ما تروح تقول لهم شنو ما تفهم. سيطرة واقفين بالشارع. نفس داعش. اطالب الحكومه، يا حكومه الله يستر عليك وعلى مسؤوليك اللي بالامارات وغير دول، تلتفت للشعب العراقي، خاصه الفلاح بالشعب العراقي. يعني احنا دوله زراعيه، صناعه النفط رايح للنفط، الزراعه تدخل لنا للفلاح للعراقي، مستورد مستورد وراء جهات عظمى ضرائب، الفلاح هم عليه ضرائب، ما ينطوا مواد، ينطوه للاسواق السوداء. طبعا انا الفلاح عندي اريد ازرع، شو اسوي؟ اروح للسوق السوداء، ما اجي وزاره الزراعه اخش من الثاني، اجي للجمعيه الفلاحيه اخش من فارغ المخازن، ماكو فايده. اي ماكو فايده، ماكو فارغ المخازن، ماكو نايلون، ماكو اسمده، ماكو. انا اللي اروح السوق السوداء مضطر اشتري، اشتري وازرع اريد اعيش. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فلاح في العراق نعاني معاناة كثيرة، منها قلة المياه، قلة المواد الزراعية، عدم استقبال المحاصيل الزراعية أثناء وقوعها في السوق، مياه الشرب، المحروقات في كافة أنواعها. يعني احنا بالنسبة لمادة الغاز، احنا كفلاح ندير المواطير نشتري اللتر ب 800 و 700 من البوزر، يعني ماكو دعم لا للمواطير ولا لأهل المكان الزراعية. فهاي معاناتنا كفلح، حالنا حال أبناء فلح العراق في كافة مناطقه. أي دعم؟ نعم أي دعم. هسه لحد الآن إحنا الزرع مالنا طلع، إحنا البي عنده إمكانية يشتري سوق سوداء كيماوي، والما عنده إمكانية طش وخضر الزرع ماله عتراب من دون مادة. والله احنا كالرقي انغرض، الغطن انغرض، الذرة الصفراء انغرضت، يعني كثير من المحاصيل اللي تدخل حتى في الصناعة انغرضت في هذه المناطق، مع العلم هذه المناطق نتربي كافة المزروعات. والله مطالبنا أول شيء نرجو من وزارة الزراعة دعمنا كمنطقة، وكمنطقة حال أبناء مناطق العراق بمادة السماد الكيماوي وتنظيم المياه السقي، ودعم الفلاحين بالمحروقات وخاصة غاز الديزل اللي يشغل الماطورات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفلاح هو محروم، والفلاح اليوم متدمر، والفلاح هو العمود الفقري للدولة. نحن نعاني من كثير مشاكل، أولاً قلة المواد الكيميائية، ثانيا هذه المناطق مناطق زراعية، وهي معون العراق. هذه المناطق مناطق زراعية وهي معون العراق. الدولة ما جاءت تدعمنا. أولا الطاقة الكهربائية، لا الطاقة الكهربائية مدمرة،
نرجو إعادة الطاقة الكهربائية، ونرجو تبليط الطرق لكافة القرية، لأن هذه الطرق أثناء الشتاء في موسم الأمطار تنقطع الطرق. نريد بناء محطات لإيصال الماء الصالح للشرب. الزراعة انقرضت بالعراق. لماذا انقرضت في العراق؟ قلة الدعم الحكومي. إذا ماكو زراعة استاذ العزيز، إذا ماكو زراعة فماكو صناعة. شلون إذا ماكو زراعة ماكو صناعة؟ أبسط الأشياء، عندك الذرة الصفراء، السايلوات، الفلاح قاعد يزرع وتصير عندنا 100% تنجح عندنا الذرة الصفراء. السايلوات ما هذه الدولة ما تستلم الذرة الصفراء وبأسعار يعني منخفضة، مع العلم الذرة الصفراء محاصيل مهمة تدخل في الصناعة لاستخراج الزيت للأعلاف. كثير عندنا مواد انقرضت، القطن يدخل في الصناعة في صناعة النسيج، عندك عباد الشمس أيضا يدخل في الصناعة لاستخراج الزيت. بالنسبة للماش، الدولة العراقية تستورد مادة الصويا، مادة الصويا لاستخدامها كأعلاف في الحقول لحقول الدواجن. مادة الصويا موجودة في الماش، فكثير معوقات وكثير مشاكل عند الفلاح، الدولة ما جاء تساعدنا. كل 10 أيام يلا يدزون لنا 10 أيام ما المي، والعشر أيام أنتم تشوفونه يصير بدود ويصير يعني المي ما تقبلوا أحد خلاص. إحنا نطلب منكم بلك شوية زودوا لنا المي، بلك تجي لجنة. الزراعة قلت بالنسبة على المي، على ظروف المي الزراعة قلت، انقرض عندنا والله كثيرة أشياء قرضت الزراعة خاصة الصيفي انقرض. عندك الماش، عندك الإذرة، هذني محصولين صيفيات الغرضة، لأن عشرة أيام مش تحمل والجو حار، درجة الحرارة توصل عندنا للـ50. نريد دعم للفلاح وتزويد الرشن. قبل كانوا يسوونه خمس أيام بالقيض، خمس أيام مال شرب، يعتبرونه مي مال شرب. الساعه كل 10 أيام بالقيض الله يجينا. الأسمدة هي قالية، يدرون الأسعار مالتها على أساس كل السوق أبداء وقالية. الأسمدة قالية بشكل الطن 1.5 مليون تروح تشتري سوق سوداء ونبى العلوة. هذا طن البريطاني، أي جاية سنة كيمياوي بريطاني. والطن عندك الروسي على أساس صار بـ2.5، يعني سوق سوداء. الفلاح منين يجيب دعم؟ يريد للفلاح دعم. دعجوا على ديننا احنا فلاح، دعجوا على ديننا شلون من وراء المسحة، يريد دعم. احنا نطالب رئيس الوزراء ان يدعم الفلاح بصورة عامة، ارتفاع اسعار المواد الكيميائية بالنسبة الخاصة للفلاح، ودخول البضائع الزراعية اللي من خارج البلد، وانخفاض سعر الفلاح، والفلاح عد ما يزرع ويتعب وبعدين بالنتيجة يطلع هو الخسران نتيجة دخول هاي المواد اللي تدخل من الخارج. زين، واليوم الفلاح مغبون حقه، لأن ما إلى دعم، ارتفاع أسعار المواد الكيميائية والحيوانية، وعدم التصدير على المحافظات الأخرى والدول المجاورة إلى كل المواد اللي انقرضت بالعراق بسبب قلة عدم دعم الدولة لهذا القطاع الزراعي اللي هو العصب الخاص للمواطنين بصورة عامة. احنا اليوم كفلاحين نعاني من وزارة الزراعة، بس نظام او قانون ما موجود عندها. نطلب من عندهم ان يثبتون قانون لوزارة الزراعة للفلاح، ضمان للفلاح. اليوم من يخصصوا له بس خطة زراعية للذرة الصفراء، للحنطة،
العباد، عباد الشمس، ما هذا البستن وغيرها، من يخلون بس خطه ويخلوها وينطوها وما ياخذوها، ما ياخذوها من الفلاح مثل ما صارت بالحويجه الذره الصفراء، اصلا جهزوها زرعوا الاف الدوانم بالاخير ما الدوله ما اخذتها، ما اخذها بالمخازن، اعتصموا زين، الفلاح تعب وسقى وذرى ومبيدات، بالاخير لما صار المنتوج الدوله ما تقبل تاخذها، والفلاح وين يروح؟ حتنقرض الحنطه كذلك، الفلاح سنه ياخذها وسنه ما ياخذها، عندك البستنه احنا اراضينا طيبه، عندنا مياه، عندنا كلها متوفره الامور، الا الاستيراد لا ياثر علينا، نريد قانون من وزاره الزراعه ان تحجم هاي الامور، تخلي الفلاح ينتعش بالمنتوج مالنا العراقي. احنا اصبح العراق احنا ميناء المفروض احنا نصدر للشعوب المجاوره، احنا اصبح الشعوب الفقيره هسه احنا هي احنا تصدر لنا، يعني فلاحنا حتى الخطط الزراعه حتنقرض من وراء وزاره الزراعه، نريد نطلب من وزاره الزراعه ان تدعم الفلاح، تخلي له خطه ويستلمون من المخازن، يستلمون الذره، يستلمون القطن، القطن اصلا انقرض عندنا بالعراق، كان اصلا يصدرون زين، ليش هذه؟ لان الدوله ما تستلم من الفلاح، اصبح الفلاح يترك يروح يشتغل عامل، يشتغل بتجاره، يشتغل بس يريد يعيش. والله يا استاذ اهم المشاكل، يعني هواي مشاكل يعني عدم دعم الدولة للفلاح، اعتماد الفلاح على ذات اعتماد كلي بتوفير المبيدات والمنشطات، توفير المواد الكيميائية اللي يحتاجها النبات، ونقص المياه، هذا انضاف واحدة من المشاكل اللي يعاني من عندها الفلاح بالوقت الحاضر، وهذا انت دا تشوف الاحتباس الحراري وحرارة الجو بالصيف، وهذا ادى كله الى 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 استهلاك الفلاح للمياه بشكل اكبر، اضافه الى انه هي طرق الري القديمه اللي حد الان هم لا زالت يعني الناس تتبعها، وهذا ما ادى الى استهلاك كميات كبيره من المياه. العالم المتطور والدول المتقدمه بهذا المجال، شبكات الري الحديث، التنقيط والتقطير والمرشات وغيرها من طرق الري الحديثه، هاي ما موجوده عندنا، هي أصلاً الدولة ما موفرتها للفلاح، فهذا هاي هذا 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 واحد من مشاكل. المشاكل الأخرى هو الأمراض اللي قاعد تفتك بالأشجار، أمراض كثيرة، أمراض فطرية، أمراض فيروسية، رداءة المحصول بسبب الأمراض، رداءة المحصول بسبب قلة الدعم، كذلك تسويق المحصول ايضا هذا وحده من المشاكل، من ابرز المشاكل اللي يعني معدل الفلاح، يعني الفلاح يتعب صيف شتاء وحر وبرد، ولما يجي يقطف الثمار والمحصول وموضوع التسويق يسوقها يعني فد مبالغ بسيطه ما تساوي جزء من 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 تعبه، واضافه لانه المصاريف اللي يصرفها من جيبه ما يحصلها بالمقابل، وهذا هذا هذا هم يشكل خساره بالنسبه للفلاح، وهذا هواي اعرف هواي في الناس فلاحين، هواي اصحاب مزارع هجروا الزراعه وتركوا الزراعه وراحوا شافوا عمل ثاني لانه ما عاد يصرف، وهاي يعني ابرز الاسباب وابرز المشاكل يعني اللي يعاني من عدل الفلاح. انا زارع هذا شعير لانه داعاني من مشكله ارتفاع نسبه الاملاح بالتربه، فأنا بالشتاء أزرع أشعير حتى على مود شوية نقلل من نسبة الأملاح ونقلل من اعتمادنا على المبيدات اللي تقلل من نسبة الأملاح بالتربة، لأنه هذا أهم تكاليف بالنسبة لنا، وهي ما أنت دا تشوف ما عاد تسوى يعني، بس إحنا ما نقدر نهجرها للأرض، هاي إحنا يعني جزء من حياتنا الأرض زراعتها وكذا. أنا سبق وأنا هسه قلت إنه بسبب يعني عدم توفر الدعم للفلاح وسبب التكاليف الباهظة اللي دا يتحملها الفلاح من هذا دفع هواية من الناس انه يتركون الزراعة ويتجهون الى غير وظائف، اللي يدور وظيفة ويدور غير شغل، يعني قلة المياه اثرت بشكل كبير،
وهواي هي مشاكل، وبس ابرزها هي هذه. يعني والله مطالبنا احنا نطالب الدوله ان توفر لنا، يعني تهتم بشريحه الكسبه من الفلاحين، توفير الدعم، توفير المنشطات، توفير المواد الكيميائيه، توفير المياه، توفير ابسط الالتزامات، ابسط المواد اللي يحتاجها الفلاح، يعني هي من مبيدات، من اسمده، شبكات الري الحديثه، يعني مفروض الدوله تهتم بها. هذا هو يعني تقليل ترشيد لاستهلاك المياه. بس ما اعرف يعني اش هم من جانب يصيحون ماكو ماي، وهذا ومن جانب تلقى الماي كله مطشرق بالاراضي وهيك شيء هدر. يوم احنا نتكلم عن معاناتنا اللي دا تحصل بالبستان عندنا، وانا الحمد لله والشكر من انا وصغير لهذا اليوم ما شفت دعم من الزراعه، وحاليا السنه صار التقديم ما حد قام يقلب الزراعه بسبب الاهمال من وزير الزراعه ومن باقي الوزراء اللي استلموا الزراعه، فالجانب الزراعي ما حد مهتم به، وهذا الجانب الاكثر اهتمام المفروض يصير له من قبل المواطنين، لان احنا الان في منطقه صلاح الدين وبالتحديد ناحيه قضاء بلد ناحيه يثرب، تعتبر هي الاستثمار الاول لصلاح الدين كافة بالمخضر بكافة أنواع الفواكه، فما شفنا إلها دعم. آخر التطورات اللي وصلت إليها جماعة الري إنه قطعوا المي، قطعوا الصوندات ها اللي تجي تسوي تخطيط، تسوي مدري شنو، هذا أبسط شيء آخر حال وصلوا له، يقطعون المي على البستان بدل ما يجي يسوي بواري أكبر، صوندات أكبر، توزيع مي أقوى يصير للبستان، لا هم قاموا قطعوها. ومن الثانية أنه ماكو مواد للبستان للفلاح، شيء ينهض الوعي الاقتصادي ما بقى، كلها تشكي 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 أنه الفلاح يريد والفلاح ما عنده، إذا هو ما يدعم الفلاح وينطي فلوس أو ينطي أدوية، عم الفلاح هاي هم كلها ما يريدها، يريد أنه الأسعار يعني البستان يريد له هواية فلوس والأسعار نار. يعني شنو دبة 5 لترات تخبطها ب2000 لتر مي ما تسوي شيء للبستان، سعرها 250-300، يعني أقل شيء الفلاح يراد له نوع من الأدوية 1-1.5 مليون، وهو البستان كل 4-5 أيام لازم نوع من الدواء. هذا الداب مال الدوده مال الارض اللي تبدا بالنبته من الاول، كل شيء يريد، كل شيء تريد، من تكبار تريد نوع، من تبني نوع، كلها تريد ادويه، ماكو، كل اسبوع لازم اذا نوع من الادويه، اذا تحوش مثلا اليوم تحصد من عندها لازم تغسلها، هذا النوع من الادويه، بها ارضه، بها دوده، كل شيء بيها، كل شيء تحتاج الارض، هذا الحشيش المدري شنو كله يحتاج علاج، ما بقى شيء هسه ينشغل بالايد، لازم تكمش علاجك وتمشي. بس اذا هو الفلاح ما عنده من يطلع محصول تمام، ماكو محصول تمام عندنا هسه، كله اتجهنا كله على المستورد، قام يجي المستورد يشترونا باسعار تفيد واسعار مدري شنو، المحصول العراقي الله وكيلك الفلاح حاط الحاصل مالته بالعلوه وصافن وحاط وجه رب العالمين، يا رب بسم بيع الياب بيش ما كان. شنو كيت التفاح ب50,000، كيت التفاح ب50,000، مع العلم كانت قبل من اكو مبيدات تمام وادوية رخيصة والعالم تنطي، وصل الزوج ب70، وهسا الله وكيلك السيارة كلها ما توصل 50، ان من يريد ينطي عامل بيت علاج ما تكفي، وين يريد يصد الفلاح وعيشته على الله، وهذا البستان رواتب ماكو، دنيا ماكو، كل شيء ماكو، كل شيء مدى يوفرون كل شيء. ها نتأمل والله من الحكومة الجديدة، جت حكومة وراحت حكومة، ها نتأمل من الثانية، هذا الشعب المين والله صوت الشعب الله وكيلك. يعني المفروض اليوم احنا نوقف كل شيء من الاقتصاد، والله إذا ما تنطيني الحكومة أنا ما أتحرك، إذا ما هاي الحكومة غصبا عليها تجي تسوي، هسه لا احنا قاعد أنا ببيت والله إذا من الحكومة تجي تسوي لي، حكومة ما تسوي شيء،
فلاح ها بلكي طال سنه الاخ ها بلكي انه بسنه الاخ وعلى هذه الوضعيه الله وكيلك من جبتان صغير لهذا يومك يا اهل تناشده اي من عيونه صار تدلل تروح لورا يومين ما يعرفك انا قبل يقول لك انا ما قلت لك ها والله المدير ما يقبل ها ما ادري شنو ها والله يا هاي اسعار الزراعه ما يعجبك لا تشتري ما يعجبك لا تاخذ يا بالبستان راح يموت لا تقول له شو اسوي له ايش صار الوعي فاي توعيه من الزراعي والموارد المائيه ماكو اكثر شيء قلت لك الموارد المائيه ما بقى شيء يسوي للفلاح قطعت علينا المي قطعت علينا المي واذا هاي مشان اشوفك البوارد شلون ملصوها مال البساتين هاي كلها مال منطقه بني سعد كلها ملصوها تعال سوي تخطيط وادفع غرامه وادفع ما ادري شنو يلا شنو مناطق زراعيه كلها هاي بني سعد داير ما يدورها من اربع اتجاهات والله ان طالب الموارد المائيه انه تعيد لنا الصوندات وتعيد لنا البواري وتخلي البساتين تشبع مي واحنا ان شاء الله هذا شتاء وراح يجينا اقبال صيفي جديد لازم من هسه نبدا احنا نحضر مينا جاهز مبيداتنا جاهزه نحضر يعني اقل شيء لازم مينا اكود موتورنا بس نشغل تجري الصونده المبيدات نحضرها المرشات نحضرها وننتج منها زراعه انا ناشد اهل الري يعني هو من جو شاله والصونده من يمي من قدام بستاني انا كان فلاح يعني من جو شاله والصونده من يمي ما شافوا البستان مات من مكسوره المشروع من يمي جو يعني قدره وفد شاله ومشوا يعني انا حاكي اقول له يابا تعال شوف البستان مات يعني انا ازرع جديد يعني انت هسه من تزرع شيء جديد ومي فوقه يموت ما يطيب يعني يا معوذ ابو القيره يا اخوي يعني تعال شوف لنا المشروع المشروع يعني يعني فدنا يذب من يمنا تعال يا بسوي جو شاله وفد الصوندات التجاوز احنا حاطين لان ماكو ما يجي من يمنا غير صونده سويت الصونده حطيتها والله ذبينا عليها فلوس يعني يعني شنو هاي الفلوس يعني ذبينا بالما يعني جو بالبكل ان شاء الله ومشوا يا بتعال انت من شلت الصونده غير شوف المشروع شوف الهاي يعني انا جا حاكي قل راجعنا على الدائره اروح للدائره ما القى يعني شو اسوي يعني بهاي الحاله يعني هسه انتوا يعني صيروا مكاني يعني هسه من شفت المشروع طاق يعني اجي غير اسوي المشروع مال مي يعني مو فدلي يعني مال الصندات مال يعني اذن العسحاق كلها شالوها يعني هم منين يزرعون هي غير على الصندات احنا عايشين يعني الاول الزرع احنا المن نريدهن يعني والله ما ادري يعني شلون جايب يفكرون ما ادري يعني هم غير احنا نريدهم شويه يساعدونا لو يحطمونا النوب يعني يعني احنا فوق يعني فوق ما انتهينا يعني يعني شو نسوي بهاي الحاله هو جاء المشروع من ناطق يعني ما اقدر ازعان هسه لو تروح تشوف بالثاني معدله وقاعده دحج عليه والمي خر يعني شو اسوي له هسه واهل الري فاتوا يعني شالوا الصونده يعني انا رحت وقفت يمه قلت له يا ابن انت شلت الصونده حقك احنا تجاوز شيل الصونده فدت ما شفت المشروع من مكسور من يمي يقول لي راجعنا للدائرة أروح للدائرة يقول لي ماكو يعني نبلغ بلغنا وماكو شيء يقول لي أنا مسوي الكتاب وما يجي لا نوبة ولا نوبتي يعني شو سوي أمانة الله هسه إذا تروح يعني شوف الزرع مالتي ماك عدلت البستان وقعدت والمجرى مال المشروع تجرى علي يعني إحنا نطالب من الدائرة أهل الرأي يجي يسوي لنا المشروع يعني هو أهل الزراعة يعني يجون يعني يشوفون الزرع مالتنا والله عم انتهى كفيلك الله يعني بهاي الحاله شو نسوي يعني ماكو غير نقعد نسلب بالعالم وهاي قاعدين والله عمي قبل امان الله يعني ما ادري شلون كنا عايشين ما اعرف يعني والله ماكو كل دعم كل من يقول لك هاي يطلعون على التلفزيون احنا ندعم فلان ندعم ذاك ندعم هذا كل شيء ماكو امان الله يعني كل شيء ما يسوون غير فد كفر بصوره قدامك يحجون ومن يجي للفعل ما حد يسوي وياخذون الحنطه فلوس ما ينطون يعني يتفقون وياك على الحنطة ياخذونها منك وما يسوون كل شيء ياك وماكو فلوس ياخذ الحنطة وكل ما تراجع ايه ما يخالف شهر شهرين وما تطلع يعني اكو من عندهم الهسة ما مسلمين فلوس الحنطة راحت الهسة يعني ماكو فلوس
كل ما يروح يراجع لي هذا انا اريد فلوس اي ما يخالف ننطيك وما كل شيء يعني بهاي الحاله يعني شو يسوي. هذا خريج عبد الله لا يا حكي انت مو خريج والله حكي مو ما حكي عاد ليش ويك حقيقه الزراعه في ناحيه ثرب معدومه انعدام تام. اولا لقله المواد الزراعيه وقله الكيمياء المواد الكيماويه الدوله حاليا ما تدعم اي فلاح الفلاح مظلوم الان في ناحيه يثرب لكونه يشتري المواد الكيماويه والمواد الزراعيه من المكاتب والمكاتب اصبحت يعني عبئا على الفلاح لكونه حالته تعبانه واحنا كنا في تهجير لمده 6 سنوات فمن رجعنا حاليا قبل الفلاحه كانت تجاوب حقيقه المواد كانت رخيصة والمواد الكيميائية كانت رخيصة والفلاح كان يعني الزرع ما له يجاوب واحنا من نروح كنا للعلاوي نبيع بخير من الله. هسه الزراعة الخارجية دمت الوطن بالفلاح والفلاح قام ياخذ الزرع ماله للعلوة وما يبيع مرات يذبه بالشارع ما يبيعه. فاحنا نطالب دولة رئيس الوزراء والسيد المحافظ وكل المسؤولين انه يدعمون هذه المنطقة لكونها مظلومة في كل صلاح الدين فريد يدعمونا بالمواد الكيماوية والمواد الزراعية انه غالية والفلاح ما يقدر يشتريها اكو ناس قاعدة ما تقدر تشتري البذور تشتري كيماوي والشذ دعم الفلاح غاز غالي ما حد يقدر يشتريه الزراعة البذور غالية الكيماوي أصبح الآن الشيس ب60,000 قبل كان الشيس ب12,000 أو 10,000 نقدر ناخذه. التجارة أصبحت هنا معدومة. أول شيء المواد الخارجية دمت العلاوي في العراق وناخذ الزراعة مالتنا للعلاوي أنه الخارجي ينباع ومالنا يظل واقفين إحنا لمدة أيام وساعات يلا نقدر نبيع ونبيع بشيء رخيص يعني بسيء. أنا فلاح من ورثت هذه الأرض عن آبائي وأجدادي وعشت معهم حقبة من الزمن عاشرتهم كانت واقع الفلاحة في هذه المناطق جيدة جدا من ناحية توفير مادة الغاز من ناحية السماد من ناحية المبيدات الزراعية يوفرونها بعد التهجير ورجوع إلى مناطقنا بال 2017 حقيقة عانينا ما عانينا من كثير شغلات من أدها شحة الغاز قبل التلكتر ما قام يكرب لأن يقول لك أنا غاز ما عندي ثانيا احنا كل مناطقنا على المضخات اللي تشتغل بالغاز فصعوبة نطلع المي حتى نزجي زرعنا نجيك على البذورات هسه انا فلاح وهسه موسم شتوي يعني ما اقدر استطيع ان اشتري لي وزنة هذا حنطة لان هسه الحنطة الوزنة مالتها 100,000 دينار الكراب مال الدونم الواحد يكلفك بال 25,000 دينار يعني الساعة الوحدة وناهيك عن المواد الكيماويه، المواد الكيماويه ما تطب للمنطقه مالتنا هذه يقولون دواعي امنيه وما نعرف شنو هالدواعي الامنيه تروح تلقاها ببلد متوفره وبس ما بالسيطرات ما يخلونك تطببها وكذلك مبيدات وهذه اكثريتها لهاي الاشجار ما مضروبه مبيدات كيماويه حتى هذا النخل لهذا النخل ما شايف اي مبيد كبر ما بي اي طعم هذا شوف على مستوى صار 5 سنوات هذا التفاح الفواكه كلها يقول ماكو اي مبيدات لحد الان دخلت لها وباستطاعتنا ان نكافحها بس ما ممنوع ما يخلونا تدخل اي مبيد لنا وكهرباء هنا ما قليل الكهرباء ومعاناه وانا بالنسبه لي صار لي 5 سنين اي زراعه ما زرعت لان ما اقدر استطيع ان ازرع.
اي والدولار صعد وكل المحاصيل صعدت والمبيدات صعدت، الكيماوي صعد، الكراب، الغاز، فالفلاح بدا عاجز في الاونه الاخيره ان يزرع قاعه. كل ما هناك هاي عندي دون زرعتها شعيرات احشن للدواب مالاتي، وهذا هو قعدت وسكتت. اي والله باستطاعتي انا ازرع 20 دونه ماني، بس تعال منين تجيب الماده ومنين تجيب الحبوب ومنين تجيب الكيماوي ومنين تحدثها، ما باستطاعه الفلاح ان يستطيع ان يحدث قاعه. واحنا ناشد رئيس الوزراء وناشد المنطقه اللي ماسكتها القوات الامنيه اللي ماسكه المنطقه ان يساعدونا احنا كفلح، ومنطقتنا قادره ان تعزز الانتاج الوطني من ناحيه كل المحاصيل، الفواكه والخضر والحنطه والشعير. والمنطقه كانت هذه عامله قبل التهجير بالبساتين والمناطق الزراعيه، فمن رجعنا لقيناها كلها قد يبست وانتهت. إيه لا اي راتب ما يحتاج، لان هو اذا متوفر لك الغاز ومتوفر لك المبيد ومتوفر لك الحنطه اللي تاخذها من الدوله باسعار مدعومه. انا هسه انا على وقت الدوله تنطينا الوزنه مالت الحنطه ب 20 اشتريها واطشها وانطيها للدوله، ليش ما تحاسبها؟ ليش انا اخذها هسه 100 دين ما عندي؟ يعني اظل عايش على 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 الفلاحه هل تجيني؟ والله بالنسبه للحنطه احنا جت سنه من السنه 20 طن انا اصدر، وبشهودي هذول عمامي 20 طن من الحنطه اصدر تشغيل يد العامل. هسه انا اكتفيتها ولدنا طلعت البغداد وللمحافظات الشماليه تشتغل عماله، لان ما قامت الفلاحه ما قامت السد المصروفه اللي قاعد تحطه. يعني تزرع تجيب لك 500 600 ما يجي لك ال 500 600. انا عليش فالح وتعبان انا وعائلتي هذه، روح اشوف لي مكان غير مكان راح اشتغل بيه عماله. والله اذا ما تداركها الدوله هذا الوضع مجري، ما نقدر يعني لا يحملونا مسؤوليه احنا فلح ولازم نوفر انتاج. الحكومه اذا ما تدعم الفلاح بعد ما يقدر يزرع صراحه هذه، لان الداين عاني. هسه انا احنا معاناه يعني شبه يعني قوت لا تموت، اكو مثل يقول قوت لا تموت، فهذا واقع الزراعه. الدعم احنا الناشد الدوله قال هلا بالفلاح، ترى اذا ما تدعم يا دوله اذا ما تدعم الفلاح ترى نهاج للمدينه ونعوف قيعاننا وما نعيش هنا. كفيلك الله هذا الزرع كله السنه لا حاط له كيماوي ولا مبيدات مكافحينه، واحتياجي اي زرع ما يصير اذا ما مواد كيماويه واذا ما اعتنا واذا مبيدات، لان يعني حتى الاجواء ملوثه من الحشرات والبق والهذا. اي والماي هم قليل لان ماكو غاز حتى داير الماطور، هذا الماطور مالي روح صار له يمكن 6 أشهر ما داير. اي بخليها على الله، نفطاتي اخذ نفطاتي ادفي بهن جهالي وراح ادير بهن الماطور على الزرعات. بالعكس لا والله جهالي اولى، وخليها عليك يا الله. فظلت هي الدوله اذا تيد انتاج وطني وتيد يعني نهوض بالبلد تدعم الفلاح، لان هو الفلاح حدا يوفر السله الغذائيه للمواطن. هسه عم تروح للعلاوي يشوف لك اياها عامره، من هدا يدعمها؟ دا يدعم الفلاح. ايش ما تدعم الفلاح ايش ما انتاجك يصير عندك اكتفاء ذاتي وتقدر تسدد للخارج. ما تحتاج الدوله بعد تستهلك اي شيء من ناحيه كل الفواكه والخضر والمحاصيل الزراعيه. ونتامل الله سبحانه وتعالى السنه يكرمنا وان شاء الله يقول سنه خير، والفلاح خصوصا بالمناطق الديم ان شاء الله يكون عام خير عليهم ان شاء الله، والله يبارك. ونتامل ان شاء الله الوضع ان شاء الله الى الافضل، وان شاء الله من الحكومه ان تدعم الفلاح وتدعم الفقير. قبل كنا مثل ما تقول خير من الله الفلاحات، كانت جو نبني بيوت وناخذ سيارات ومثل ما تقول خير من الله يعني الفلاحه قبل بزمن السابق. هسه انا لا والله ما الفلاحه ما جات جو خلاص تجيب هن تحط له 3 ملايين 4 ملايين ما تستفاد 500 600 700 انه مطلوب عليهن.
والله انا يسعنا حالي انا الفلاح على قدامكم اجي احاكي يعني مثل ما تقول يسعنا مطلوب 700 الف دينار على مدى الفلاحه اخذ بدين ما عندي وتجي وقت الفلاحه يروح للسوق نبيع الزوج ب 1000 و2000 و3000 يعني هاي وضعيه هاي ما ترهم يعني هاي الفلاحه هاي مالتنا احنا تكسرنا كلنا تكسرنا الفلاح كلها تكسرت مثل ما تقول احنا ما عندنا اي شيء من عقب الفلاحه ما اقدر بلي الفلاحه والله ما اقدر خلاص اذا يجيني 5000 10000 من الفلاحه هذا هو قسم علي افلحها قسم علي انا افلحها مثل ما تقول اذا الدوله ما تدعمنا احنا وين نروح علي من نروح المن يعني شو تسوي بعد هم الدوله بعد ما يعني تستادر من عندنا لا نقدر ندعمها لا نقدر يعني ان الزرع مالنا يصير عندنا خطر لا ندعم الزرع مالنا كله مات انقرض الزراعه عندنا الكيماوي السمسم انقرض مثل ما اكو شغلات هواي انقرضت عندنا ما من ماكو لا كيماوي نذبله القاع ضعفت القاع ماتت احنا نزرعها كل سنه وما لها ماده نحط كل فايده ما بيها بعد احنا مثل ما تقول كل فايده القاع الارض بعد صار بيها احنا عندنا قيعان خير من الله يعني كان بس زمن السابق والله 20 15 10 او زمن صدام كان الحاصل مالنا يسوي له 3 ملايين مليونين هاي يعني خير من الله ونقدر نشتغل بها نقدر نسوي كان مثل ما تقول النظام السابق كان يدعمنا دعم صحيح بغاز بنفط بدهن بنزين هاي كله موجود متوفر اروح اجيب البنزين بيش ب 1000 دينار ب 1000 دينار كتب ربع دينار انا اخذه أنا رجال لا حكي كان أخذت أروح أفول السيارة بربع دينار هسا أروح أفول السيارة ب 25000 دينار منين أجيب؟ أنا وراي عيالها ما تريد أنا عندي اثنين يشتغلوا لي عمالة شكون يسوي لي هاي الاثنين؟ أنا برقبتي 20 واحد والله يا أستاذ إحنا نطالب الدولة ونطالب رئيس الوزراء ونطالب السيدة المحافظ أن يدعم الفلاح بصورة صحيحة الحبوب كلها مشترى هسا على وزنة ليش ماكو دعم؟ ما عندنا زراعة فشلت عندنا ما لها كل دور ما الوزير مال الزراعه ما جاي يدعمنا خلاص ما جاي يدعمونا احنا يسعى من نروح نجيب التشيس مال الكيماوي ب 60 مثل ما تقول نجيب الشلغم قوطيه ب 25 و 40000 دينار تزرع لها 20 25 متر شو حصل انا من عندها؟ انا ما حصل كل شيء بعد من عندها احنا من محافظة صلاح الدين نطالب محافظ صلاح الدين ونطالب القوات الأمنية يدعمون الفلاح احنا هنا فلاحتنا تعبت خلاص بالمنطقة والناشد المسؤولين والناشد المسؤولين على الفلاحة هاي انا عندي هنا بستان ايدا ذبلة كنياوي ما عندي اشعيرنا مات زرعنا كله مات كنياوي ماكو يعني شو نطالب لك يعني هواية اشياء بهالمنطقة معدومة يعني من الكنياوي من البيدات الحشريه عندنا يعني راحت خلاص يعني هاي البساتين مالنا انتهت كلها ماكو كنياوي ماكو شيء يعني ونطالب المسؤولين نطالب محافظ صلاح الدين المحترم ان ينظر للفلاح احنا كنا قبل هنا ابن الفلاح نتزوج نكون نفسنا خلاص يعني ماكو شيء يعني نكون نفسنا من عنده هسه نتنا ماكو يعني شيء كون انا عامل اشتغل ب 20000 يعني ب 20000 ما يسدن عائلتي يعني هذا عنده شباب ما متزوجين يعني عندنا هم خريجين يعني نطالب محافظ صلاح الدين نطالب القوات الامنيه يدحجون لنا يعني هاي زرعنا مات اي عندنا خريجين زراعه قاعدين ماكو يعني خلاص ما لهم يعني تخرجوا وقعدوا وظائف ماكو يعني الا مو في فلوس ما حد يوظفك يعني هسه هاي عندنا نطالب المسؤول نطالب هاي كنياوي ما عندنا مواد يعني هسه هاي عندي بستان اذا اشتغله ما اقدر لان كنياوي ماكو يعني غاز اي شيء هسه بستان صار يمكن 3 أو 4 أشهر ما مزقي ماكو اذا دب غاز ما عندي فلوس اشتري يعني انا اشتغل عمال ب 20000 يلا لاحق على عائلتي يعني ملاحق على عائلتي يعني يلا حط لقمه العيش بحرقهم يعني وين انطي يعني وين اروح يعني يلا عايشين على الفلاحه انعدمت بالمنطقه الدونم ننتج 20 دونم 25 يعني 15 دونم حنطه وشعير كل شيء ننتج وفواكه طماطم خيار هاي كلها ننتج احنا هسه تروح على العلاوي تلقاها كلها مستورد كلها من الخارج
كله من الخارج المستورد جاي يطببون لا واحنا فلاحتنا راحت انتهت، تروح تبيعهن بارخص قيمه، يعني يخص بهن التاجر، يعني ياخذ هاي يعني ياخذها بهيك سعر وياخذ مالتنا بهيك سعر، يعني مالتنا ياخذها ب 500 دينار وياخذ مالت المستورد ب 2003 الكيلو. الفلاح حيل مظلوم، ماكو من الدوله مظلوم، الدوله جات تدعم يجيبون من الخارج يستوردون يجيبون هنا للعلاوي، واحنا نروح نبيع هنا. اقول لك ذاك اليوم رحت للعلوي ابيع عندي طماطات، يقول لي هذا الجوز بخمسه وباربعه، انا شو استفاد الفلاح شو استفاد؟ هسه والله قاعدين ساكتين، يعني ماكو هسه الطماطه تروح بالعلوى المستورده الكيلو ب 1000 ونص ب 1000 وربع، هنا يمنا الكيلو مالنا لا نزرع، احنا لا نزرع صندوق تبيع صندوقين جوز يعني تبيعه يعني ب 4000 5000. الناس والله نبات نذبه ما يمشي، نروح للعلوى يوم ثلاث ايام بايتين ما يمشي ورد نجيبه نذبه، ماكو يعني جاي يستوردون من الدول. الفلاح حيل مظلوم، يعني احنا مظلومين، الفلاح مظلومين، ناشد الدوله، ناشد رئيس الوزراء، ناشد محافظ صلاح الدين، وزير الزراعة يعني دحجنا، يعني بذور ما عندنا، كنياوي ما عندنا، يعني هسه اليوم صار يعني شعيرات عندي كنياوي راح خلاص انتهن، يعني انتهن يعني مواد كنياوية ماكو. بعد شو ناشدك؟ يعني شو ناشد؟ يعني هاي أكثر معاناة، يعني معاناتنا هواية معاناتنا، بس ما حد جاي يوفر لنا إياها، يعني الطلب يعني شو نسوي بعد؟ هاي يعني هاي الفلاحة مالتنا، يعني نتعب ونركض سنة كاملة ننتج للمحافظات، بالناشد المسؤولين يفوتون كنياوي لا منطقتنا، احنا معدومين من السيطرة، ما خلينا نفوت بلد موجود بها كنياوي، ضلوعية دجيل، يعني كل يعني هذا يمنا موجود بها كنياوي، بس احنا ما موجود يمنا كنياوي. يعني اليوم الفلاح قام يعاني وما ماخذين اي دور بالزراعه، فنتجه للشمال للجنوب نشتغل عماله احسن لنا بهوايه شغلات، تهجروا والمنطقه كلها تهجرت، كانت البساتين هنا هذا الفرع ما حد يقدر يفوت له من شده البساتين والكثافه، هسه حاليا سياحه يجون من جميع محافظات العراق سياحه لمحافظتنا وبالاخص ناحيه يثرب زور البوحشمه، اما هسه لا شيء، قاع طبيعيه وبساتين ضعيفه كلش. نسأل الجهات الأمنية أن يوفرون لنا كافة المستلزمات وندعم المنتج الوطني بصورة صحيحة. الدونمات كل دونم كان يشغل، أكو منهم يزرع طماطة، أكو منهم يزرع خيار، أكو منهم يزرع بانية، هواية هواية. يعني الحمولة اللي كانت الشاب ما يحتاج كل شيء، ما يحتاج لا يروح عماله ولا يروح كل شيء، مجرد يفلح ويطلع وارده السنوي. الشاب كان يطور من الزراعه، من يستلم فلوس يطور من الزراعه مالته، اما هسه ماكو تطورات، سيارات، بيوت، هوايه شغلات، اما هسه كله ماكو، عدم، يعني اللي تفلش بيته بعد ما يقدر حتى يبنى راح يقوم يشتغل عماله ويرجع يبنى من جديد. لو كان اكو دعم لا يقدر والله هوايه شغلات يسوي شو اسمه الفلاحه، لان الأراضي كانت تساعد، هسه حاليا الأراضي تساعد لأن أربع سنوات انتركت، فبالتالي راح إذا يزرعها مرة ثانية تساعد إذا كان أكو كيمياوي أكو هواية مواد، أما هسه مواد ماكو فما ما, ما راح نستفاد شيء، زارعين شعير ما شعير ننتظره على المطر بس. واقع الزراعة هنا في عشير يسمونها ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين معدومة خلاص. هذه القرية يعني 95% ناس عاش على الزراعة، 95 يعني بالمية، يعني 5% الباقي عاش على الراتب. هنا هسه قبل خروجنا عن كانت بساتين، يعني بساتين يعني ضخمة يعني عالية، يعني هسه شوفوا هسه هنا أنا بس على الشعير يعني يسمونها الدواب مالتهم. اما الحمضيات انفقدت، الطرنجي البرتقال خلاص يعني ولا شجره يعني يقدر واحد يقدر يزرعها، لا طرنجي لا برتقال لا قوجه لا تين لا زيتون، هاي كلها معدومه خلاص. مطالبنا يعني يدعمون يعني الفلاح، يعني ليش ناس عليها الكيمياوي متوفر واحنا ما متوفر الكيمياوي، يعني هاي العشير يعني عاش على الزراعه، يعني 95% عاش على الزراعه، يعني اكثر المناطق ما راجعه، يعني عاش شبابها واهلها بالمحافظات يسمونها الشماليه، اما هنا ما يقدر يعني يعيش هو يعني جاي على الزراعه، يعني هسه بساتين هاي هسه كلها فارغه، يعني هسه هاي قاع فارغه يعني تشوله احنا نسميها، يعني راد لها كيمياوي ما يطب لها كيمياوي،
يعني الناشد المحافظه صلاح الدين، الحكومه المركزيه والمحليه يعني يناظرون بهذه المنح يسمونها المناطق اللي يعني المحرره يعني حصرا يعني يجي واي واحد يشوف يعني الدي جي موجود كيمياوي، اما البحسان موجود كيمياوي، اما قضاء بلد موجود كيمياوي، ماكو دعم، خلاص تحت الصفر يعني عالم الشباب عايشه يعني طالعه خارج المحافظات. يا ليش ما ترجع؟ يقول لك انا من اريد ارجع يعني اريد ارجع يكون فلاحه موجوده. يعني هسه انه ابسط حاله يعني هو هذا نهر الاجره يعني سواها هرشون يعني بالاسبوع لك مرتين المي مالتها، شنو انه هاي هذا اما الكيمياوي ممنوع عليها، يعني المواد الاسمده ممنوعه، القطن يعني القطن خلاص يعني عدم، خلاص البرتقال عدم.